السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الأولى لهذا اليوم من قناة السعودية، استهلها بأبرز عناوينها. انطلاق أعمال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2024 في الرياض. الرياض تستضيف المؤتمر الدولي لتعزيز قيم التعايش بتنظيم جامعة الإمام محمد بن سعود. وزير الاقتصاد يؤكد أن رؤية المملكة 2030 نموذج للتحول الاقتصادي العالمي. تشاهدون أيضا في نشرتنا: الداخلية تضبط أكثر من 19 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في أسبوع. ب59 حاوية و42 مقطورة، انطلاق أول رحلة قطار من ميناء الجبيل إلى ميناء الرياض الجاف. غدا الأحد انطلاق انتخابات غرفة الرياض 19، والتصويت مستمر حتى 5 مايو. حياكم الله. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيات تهنئة لفخامة رئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده، ولكل من فخامة الرئيس الدكتور جوليوس مادابي رئيس جمهورية سيراليون، وفخامة الرئيس فور أوسي زمنا جناسكبي رئيس جمهورية توغو بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلديهما. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين تستضيف المملكة اليوم في العاصمة الرياض الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2024 واليوبيل الذهبي للبنك، ويشارك في هذا الحدث وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية من الدول الأعضاء في البنك البالغ عددها 57 دولة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء وتعظيم التعاون مع مؤسسات التمويل المشاركة. بمرور 50 عاما على تأسيس البنك الإسلامي الذي يسهم بفاعلية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية بين الدول الأعضاء، تحتفل المملكة باليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي، وتستضيف فعاليات الاجتماع السنوي للبنك لعام 2024 في مدينة الرياض من 27 إلى 30 من أبريل الجاري. وسيحضر الاجتماع خبراء من عدة دول ومؤسسات مالية دولية وإقليمية، بالإضافة إلى البنوك الإسلامية وممثلين من قطاعات وشركات مختلفة. وستتضمن احتفالات اليوبيل الذهبي عدة فعاليات بارزة، من اجتماع طاولة المستديرة للمحافظين وانعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الاستشاريين بالدول الإسلامية، كما يشارك في الفعاليات مجموعة من وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية من الدول الأعضاء التي يصل عددها إلى 57 دولة، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الدولية والبنوك الإسلامية وشركات القطاع الخاص وغيرها من الجهات الفاعلة. 5 عقود منذ افتتاح البنك الإسلامي في مدينة الرياض، وقد أثبت خلال هذه المدة فعاليته في تعزيز التعاون وبناء الشراكات المتنوعة، وتمكن من أن يكون أحد أكثر بنوك التنمية متعددة الأطراف الفاعلة في العالم بتصنيف AAA وأصول تشغيلية تتجاوز 16 مليار دولار أمريكي ورؤوس أموال مكتتب بها تبلغ 70 مليار دولار أمريكي. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسل الأخبار السعودية الزميل سهل الغانمي. أهلا بك سهل، أطلعنا على تفاصيل أوسع حول هذه الاجتماعات وأيضا الاحتفال باليوبيل الذهبي. مساء الخير، تحية لك ولسادة مشاهدي أخبار السعودية أينما كانوا. من هنا من الاحتفال بمرور 50 عاما
على إنشاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. البنك الإسلامي للتنمية والذي أنشئ عام 1975 في جدة، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن وهو يقوم بعمليات تمويل لكثير من الدول المنطوية تحت لوائه. هذا البنك الإسلامي للتنمية عدد الدول الذين من انضموا إلى هذا إلى هذه المجموعة أكثر من 57 دولة. مجموع ما تم تمويله حتى الآن منذ عام 1975 وحتى الآن 182 مليار دولار لأكثر من 12,000 مشروع في مختلف الدول الأعضاء في هذه المجموعة. في هذه السنة تحديدا عدد المشروعات 57 مشروعا بقيمة تجاوزت مليار ونصف المليار دولار لدعم اقتصاد هذه الدول ومن أجل استدامة اقتصادها ومواجهة الأزمات ومكافحة الفقر. اليوم على مدى 4 أيام انطلقت أعمال الاجتماع السنوي للمجموعة، وهي فرصة ومنصة لالتقاء أعضاء الدول بمشاركة وزراء المالية وبمشاركة خبراء ومهتمين وأكاديميين للدول الأعضاء، يتبادلون الخبرات، يتبادلون الآراء حول هذه المجموعة والخطط المستقبلية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ستشهد هذه الاجتماعات عقد الجلسة العامة لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية واجتماع المائدة المستديرة للمحافظين لمناقشة أبرز التحديات الاقتصادية. هذا اليوم الأول والذي سيستمر أعمال هذه الجمعية لمدة 4 أيام. سيكون هنالك الاحتفال الكبير بمرور 50 عاما، اليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي للتنمية والذي تتمركز أعماله في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وشمال أفريقيا. سهل، يعني هذه الاجتماعات المهمة، ونحن نعرف أن المملكة العربية السعودية رائدة في دعم البنك الإسلامي للتنمية حتى وصل إلى هذا المستوى، هذه الاستمرارية والاستدامة، اليوم يحتفل بمرور 50 عاما. كيف تجد حجم المشاركة، حجم الاهتمام في العالم الإسلامي بالمشاركة في مثل هذه الاجتماعات وأيضا الخروج بما يحقق أهداف هذا البنك؟ دعني أتحدث على شقين. الشق الأول وهو دعم المملكة لبنك الإسلامي للتنمية. المملكة هي واحدة من أكبر الدول الداعمة لبنك الإسلامي للتنمية، وهي بمجموع أكثر من الثلث، أكثر من 23% قيمة الدعم السعودي، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات التنموية والاقتصادية والتجارية للمملكة في دعم وتمكين البنك الإسلامي للتنمية. هذا الشق. الشق الآخر، الاجتماعات التي عقدت اليوم اجتماعات متتالية، عقد عدد من الاتفاقيات ما بين البنك الإسلامي للتنمية والدول الأعضاء، الجلسات الحوارية وورش العمل المختلفة. الحضور الكبير الذي نشهده هنا في القاعات الرئيسية وفي جنبات فندق الانتر الذي يحتضن هذا المؤتمر، عدد كبير من الوزراء والخبراء والمهتمين بقطاع الاقتصاد لهذه الدول. نعم. يشاركون، ووسائل إعلام مختلفة من هذه الدول أيضا يحضرون في هذا المؤتمر. من مقر اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية أشكرك الزميل سهل الغانمي وتفاصيل حول هذه المناسبة، شكرا جزيلا لك. برعاية خادم الحرمين الشريفين ودعما للقطاع التعليمي والتربوي، تنظم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اليوم في الرياض مؤتمرا دوليا بعنوان دور الجامعات في تعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي. ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمختصين والأكاديميين لعرض الخبرات والممارسات الناجحة في تعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي وقيم المواطنة الصالحة. عقد في الرياض اليوم المؤتمر الصحفي للاجتماع الخاص الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقام خلال الفترة من 28 وكذلك 29 من أبريل الحالي لاستعراض أبرز النقاشات التي ستطرح. هذا وسيستضيف اجتماع الرياض أكثر من 700 مشارك من الخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين من المنظمات الدولية والقطاعات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال لبحث التحديات العالمية الراهنة في مجالات التنمية.
وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل إبراهيم أن رؤية المملكة 2030 تعد نموذجا للتحول الاقتصادي العالمي. منذ 8 سنوات انطلقت رؤية المملكة 2030 والتي أصبحت نموذجا للتحول الاقتصادي، وأيضا وجود إطار شامل وعام للتنمية، وكانت النتائج مبهرة. ونجد أن هناك الأنشطة غير النفطية مثلت 50% من إجمالي الاقتصاد. كما أشار وزير الاقتصاد إلى سعي المملكة للتوسع مع الصين اقتصاديا، مؤكدا أن التبادل التجاري مع الصين ممتد منذ عقود عدة. فيما يتعلق بالتعاون مع الصين، نحن لدينا عقود من التبادل التجاري، وأيضا حجم التبادل التجاري يزداد بوتيرة متسارعة، ونرى أيضا صداقة قوية وعميقة ما بين الشعبين، وأيضا على مستوى المؤسسات والقيادة في البلدين. سوف نستمر في الحفاظ على هذه العلاقات ونمو هذه العلاقات إلى مستويات كبيرة، وهذا الأمر يوضح لنا مدى قوة التعاون والشراكة ما بين البلدين. من جهته، أشار رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورج بريندي إلى التطلع لفرص التعاون مع المملكة في المجال الاقتصادي، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي للمملكة مستقر ويشهد نموا كبيرا. الاقتصادي هنا في المملكة، والذي يعتبر أداؤها الاقتصادي رائع، وأيضا لدينا وزراء الاقتصاد والمالية سيشاركون معنا في هذا الاجتماع، ونحن نريد أن يكون هناك نموا شاملا، نسعى لهذا الأمر، وأيضا تذليل كافة العقبات التي تقف أمام النمو والتنمية ووضع السياسات. كما أشار بريندي إلى دور المملكة الكبير في معالجة التحديات المالية والاقتصادية. المملكة العربية السعودية تلعب دورا كبيرا أيضا، خاصة فيما يتعلق بموضوع التضخم هنا في المنطقة، لذلك هناك الكثير والكثير من الموضوعات هنا التي سنناقشها على مدار هذا المؤتمر. هذا الأمر مع وجود حوار مع الشركاء من العالم هنا في المملكة، والمملكة تلعب دورا كبيرا كما أسلفت. الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية، شعار استضافة الرياض للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي. استضافة ترسخ دور المملكة في كافة مجالات التعاون والشراكة على مستوى العالم من أجل التنمية والازدهار. يعكس هذا الحدث الرؤية الاستراتيجية للمملكة نحو بناء عالم أكثر استدامة وإيجاد الحلول للتحديات العالمية، كما يمثل في الوقت ذاته فرصة فريدة لتسليط الضوء على رؤية 2030 كنموذج ناجح يعزز الابتكار ويسهم في تعزيز الاقتصاد استكمالا لمسار الشراكة بين السعودية ودافوس. بمكانتها الدولية وموقعها الاستراتيجي وثقلها الاقتصادي، تنفرد المملكة بقدرتها على توسيع نطاق التعاون مع الأسواق المتقدمة والناشئة، ومع تركيزها على الابتكار والاستدامة، حيث تقام على هامش اجتماع الرياض العديد من الفعاليات المصاحبة حول هذه المجالات. رسم مسار مستقبل العالم نحو التنمية المستدامة وتعزيز مسارات التعاون الدولي بما يخدم التطلعات المستقبلية للبشرية نحو عالم أكثر رخاء، أهداف تشكل الرياض محطة مهمة في تحقيقها بخطواتها الملموسة في أخذ زمام المبادرة دائما لاستكشاف الفرص. وللحديث بتفاصيل أوسع عن هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب الاقتصادي الأستاذ محمد الطفيل. أهلا بك أستاذ محمد. تستضيف الرياض الاجتماع الخاص الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقام غدا وعلى مدى يومين. أستاذ محمد، ما الأهمية الاقتصادية التي يمثلها هذا المنتدى على المستوى الدولي؟
الأهمية من ناحية دور المملكة العربية السعودية في اقتصادات العالم. اليوم المملكة العربية السعودية تؤثر بشكل مباشر جدا في اقتصاديات العالم، هي ضمن الدول 20. أيضا تعمل المملكة العربية السعودية وفق سياسات عالمية متوافقة مع كافة المراكز الاستراتيجية العالمية في التفاؤل الاقتصادي العالمي، ولها تأثير كبير جدا في المسارات الاقتصادية العالمية ككل، لا سيما في مجال الطاقة، وأيضا الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في كافة المبادرات العالمية المتوافقة مع الصندوق الدولي. وبالتالي أهمية هذا الاجتماع يؤكد أن المملكة العربية السعودية تخطو خطوات رائعة جدا في التوافق العالمي لتحقيق كافة المستهدفات العالمية، والمساهمة مع قادة المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين في تحقيق كافة هذه المستهدفات، بما يعود على المملكة العربية السعودية وأيضا على الشرق الأوسط والعالم بالأثر الاقتصادي النوعي. جميل. بحث التحديات العالمية الراهنة في مجالات التنمية بمشاركة أكثر من 700 خبير دولي يعتبر من أهم الأجندة التي يرتكز عليها هذا الاجتماع وهذا المنتدى. ما هي أبرز هذه القضايا برأيك، وكيف يساهم المنتدى في مقارباتها وإيجاد حلول وأيضا استراتيجيات لمثل هذه القضايا والتحديات؟ دون أدنى شك العالم اليوم يواجه تحديات إنسانية ومناخية وأيضا اقتصادية، لا سيما أيضا الجيوسياسية التي تتأثر فيها الاقتصاديات العالمية، سواء كانت من خلال خلفيات الحرب الروسية وبالإضافة الأوكرانية، إلى جانب أيضا ما تعاني غزة، وإلى جانب أيضا اختلال كبير في بعض الجوانب الأمنية حول العالم. كل هذا له أثر كبير جانب على الاقتصادي. كل ما يعمل عليه المنتدى اليوم هو من خلال دراسات علمية ذات جدوى عالمية وفقا للتجارب العالمية في كثير من القضايا عبر التاريخ، لا سيما أن المملكة العربية السعودية ذات أثر كبير جدا في التعاطي مع هذه الأحداث. اليوم المملكة تتعامل مع هذه الأحداث كونها أحد أهم الدول المصدرة للطاقة، إضافة إلى دورها الريادي في حضورها وعضويتها لتلك المنظمات العالمية. إلى جانب هذه الخبرات التي تعمل عليها المملكة العربية السعودية بالتوافق مع كافة المراكز العالمية والدول والخبراء والمتخصصين، إلى جانب المنظمات العالمية يعملون على إيجاد حلول لحماية الأمن العالمي الاقتصادي، إلى جانب أيضا تجاوز هذه التحديات بأقل خسارة ممكنة وبما لا يؤثر بشكل مباشر على اقتصاديات العالم. نعم، يعني في الآونة الأخيرة أصبحت المملكة العربية السعودية تقود حراكا اقتصاديا على المستوى الدولي. هناك توسع اقتصادي وشراكات سعودية مع العديد من الدول المؤثرة في المجال الاقتصادي عالميا. أيضا المملكة تقدم حلول، تقدم مبادرات نشاهدها بين فترة وأخرى، وأيضا الرياض أصبحت عاصمة لمثل هذه الاجتماعات الاقتصادية التي تقدم الرؤى والابتكارات التي تساهم في تطوير الاقتصاد العالمي. أنت كيف ترى مساهمة المملكة في ذلك، خصوصا أنها تأتي في ظل أهداف استراتيجية موجودة في رؤية المملكة 2030 تسعى المملكة لتحقيقها على المستوى المحلي وكذلك على الصعيد الإقليمي والدولي؟ هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذه القيادة العظيمة في ظل اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بمثل هذه المنتديات العالمية ذات الأثر المباشر وأيضا ذات الأثر غير مباشر على مدى التاريخ. اليوم المملكة العربية السعودية أو هذا المنتدى اللي تستضيفه يأتي للشراكة الممتدة بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي توج بالعديد من الشراكات والمبادرات عبر التاريخ، حيث كانت تشارك المملكة السعودية بأوراق عمل وسياسات ومبادرات مهمة جدا كان لها أثر كبير على المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتقنية والبيئية والصناعية أيضا. ويشهد الاجتماع أيضا يعني عديد من الحوارات والجلسات. أضف لذلك المملكة العربية السعودية اليوم بفضل الله أصبحت بوصلة للاقتصاد العالمي، وأصبحت المملكة العربية السعودية تشهد عديد من المناسبات الاقتصادية والعالمية المهمة، لا سيما أنها اليوم هي مرجع اقتصادي كبير فيما يتعلق بسوق الطاقة، إلى جانب أيضا تأثيرها فيما يتعلق بالحلول العالمية بما في ذلك الحلول المناخية، إلى جانب تأثيرها أيضا في الجوانب السياسية وأيضا دورها الريادي في التوازنات داخل الشرق الأوسط. المملكة العربية السعودية دولة ذات مرجع عظيم جدا اقتصادي، دولة تدعو إلى السلام، دولة ذات تهتم باحتياجات العالم، ساهمت من خلال أيضا اجتماعات الجي 20 ما قبل في عام قبل سنتين تقريبا، في أن تسعى المملكة العربية السعودية لدعم الدول التي تعاني من المشكلات أو الديون. أضف إلى ذلك أنه لدى المملكة السعودية مبادرات إنسانية للدول الفقيرة، أضف إلى ذلك المملكة السعودية عملت من خلال بنك التنمية لمساعدة الدول الفقيرة، وبالتالي ترى أهميتها من خلال
المساهمة مع دول العالم الثالث وأيضا التوافق مع تطلعات دول العالم الأول، لا سيما أيضا المملكة العربية السعودية تعمل بشكل كبير جدا على تطوير منظومتها الاقتصادية وفقا لرؤية 2030. وهذا ما يؤكده هذا المنتدى، وما وصلنا إليه اليوم هو نتيجة لعمل كبير جدا ولخطط استراتيجية وأيضا تأثير أو ما يسمى بنتائج أعمال الرؤية 2030 التي بدأت منذ 17 تقريبا. أشكرك الأستاذ محمد آل طفيل الكاتب الاقتصادي، شكرا جزيلا. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة عن ضبط أكثر من 19,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع، فيما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور حدود المملكة بطريقة غير نظامية 1035 شخصا، بالإضافة إلى تورط 18 شخصا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. أصدرت الهيئة العامة للعقار خلال الربع الأول من العام الجاري 33 رخصة بيع على الخارطة لإتاحة 13,907 وحدات عقارية جديدة في السوق. وأوضحت الهيئة أن عدد المطورين المؤهلين لممارسة نشاط التطوير العقاري على الخارطة يبلغ 153 مطورا يقومون بالتطوير العقاري في كافة مناطق المملكة. انطلقت اليوم أول رحلة أول رحلة قطار من ميناء الجبيل إلى ميناء الرياض الجاف، حيث يتضمن القطار 59 حاوية و 42 مقطورة محملة ببضائع تجارية عديدة تتنوع بين بضائع صلبة وسائلة. ويعد الخط الحديدي قفزة نوعية في مجال النقل، كما يعد ميناء الجبيل التجاري من أهم الموانئ على ساحة الخليج العربي وبوابة الصادرات الأولى للمملكة لقربه من مواقع العديد من المصانع الكبرى حول العالم. أجرت وزارة المالية عددا من التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية بهدف تسهيل أعمال الجهات الحكومية والقطاع الخاص والوصول إلى أكبر عدد من الأسعار التنافسية وتوفير احتياجات الجهات وتطوير بيئة الأعمال في المملكة. وتعد التعديلات الجديدة خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، حيث تسهم في ترسيخ قيم ومبادئ العدالة في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية. تنطلق غدا الساعة 8 صباحا انتخابات غرفة الرياض 19، وأشارت الغرفة إلى إمكانية التصويت عبر موقع وزارة التجارة، ويستمر التصويت حتى 5 من شهر مايو المقبل.
وبين رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات محمد المالكي أن الفائز بالعضوية هو الحاصل على أكثر الأصوات، وفي حال تساوي عدد الأصوات تجري لجنة الانتخابات بحضور لجنة الاعتراضات والطعون القرعة بينهم لتحديد الفائز بالعضوية. تنظم وزارة البيئة والمياه والزراعة غدا أسبوع البيئة 2024 تحت شعار تعرف بيئتك، ويتضمن أكثر من 35 فعالية بيئية متنوعة بهدف نشر الوعي البيئي المجتمعي وتحقيق الاستدامة البيئية تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030. ويأتي أسبوع البيئة تعزيزا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لرفع مستوى الوعي البيئي لدى فئات المجتمع كافة والقطاعات المختلفة وتحفيزهم للالتزام بالسلوكيات المثالية تجاه البيئة. نشرتنا مستمرة ولكن بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ما زلنا معكم في نشرة الظهيرة وإليكم موجزا بأهم وآخر الأخبار حتى هذه اللحظة. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الرياض تستضيف الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للعام 2024 واليوبيل الذهبي للبنك. وزير الاقتصاد والتخطيط يشير خلال المؤتمر الصحفي للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن رؤية المملكة 2030 تعد نموذجا للتحول الاقتصادي العالمي. الحملات الميدانية المشتركة تضبط أكثر من 19 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع. الهيئة العامة للعقار تصدر خلال الربع الأول من العام الجاري 33 رخصة بيع على الخارطة لإتاحة أكثر من 13 ألف وحدة عقارية جديدة في السوق. انطلاق أول رحلة للقطار من ميناء الجبيل إلى ميناء الرياض الجاف تتضمن 59 حاوية و42 مقطورة محملة ببضائع تجارية عديدة. غدا الساعة 8 صباحا بدء انتخابات غرفة الرياض 19، والتصويت يستمر حتى 5 من شهر مايو المقبل. تجاوزت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مستهدفها برفع نسبة العاملين من ذوي الإعاقة لتصل إلى 13.2% خلال الربع الأول من العام 2024. يأتي ذلك مؤشرا على جهود تمكينهم ودمجهم في المجتمع، حيث تم تدريب أكثر من 4000 وتوظيف أكثر من 1440 من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل ضمن مشروع تدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة التابع لمبادرة تنفيذ برامج العمل. وحول ارتفاع نسبة العاملين من ذوي الإعاقة في المملكة والقدرة على تمكينهم ودمجهم في المجتمع، ينضم إلينا هاتفيا المتحدث الرسمي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الأستاذ خالد خبراني. أهلا بك أستاذ خالد معنا في هذه النشرة. بداية أطلعنا على الجهود التي بذلتها الهيئة من أجل تحقيق هذا الهدف ورفع النسبة لتصل إلى تقريبا 13%. أهلا وسهلا أخوي حلال والأخوة الشاهدين الكرام عبر السعودية. فيما يتعلق بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل والمجتمع، تعمل هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعامل مع الجهات الحكومية والخاصة والقطاعات الممكنة للأشخاص ذوي الإعاقة إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بما فيها التوظيف. اليوم نشهد التوظيف عملية كبيرة جدا، إذا وفر للأشخاص ذوي الإعاقة عملية تنظيمية تشريعية ملائمة ومناسبة لهم داخل سوق العمل. اليوم نشهد تطور كبير جدا وارتفاع نسبة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل والمجتمع إلى نسبة متقدمة جدا، إذ ارتفعت نسبة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل 13.2 من الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وهذا يأتي امتداد لجهود هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في رفع هذه النسبة. حينما كانت 2018 تصل إلى 7.2% من عدد العاملين ذوي الإعاقة. اليوم التطور كبير جدا في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال رفع جودة الخدمات الحكومية كذلك المقدمة ذوي الإعاقة، ضمان اندماجهم في المجتمع،
كذلك إيجاد برامج وحلول توظيف وتدريب ممكن الأشخاص ذوي الإعاقة. نعم، ما هي أبرز الفرص المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وأيضا مدى ملائمة مثل هذه الفرص ل يعني التحديات التي تواجههم، إعاقاتهم الجسدية وقدرتهم على الاستفادة من هذه الفرص والانسجام معها، وأيضا العمل من خلال بيئة مناسبة لهم في سوق العمل؟ ممتاز. اليوم أعظم فرصة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة هي فرصة الاندماج والشمولية والمشاركة داخل المجتمع. حينما نجد الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم يشاركون في المجتمع فهي طريق أساسي جدا لأبرز الفرص الأساسية في تمكينهم. كذلك اليوم المشاركة في البرامج الاجتماعية نعم أستاذ خالد، يبدو فقدنا الاتصال مع الأستاذ خالد خبراني، وهو المتحدث الرسمي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتحدث حول تحقيق الهدف الذي تسعى إليه أو سعت إليه هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والوصول إلى نسبة 13.2% خلال الربع الأول من العام 2024. وقد تحدث معنا قبل أن ينقطع الاتصال عن هذه الجهود وأيضا أبرز الفرص والبيئة التي تتوفر في سوق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة. يختتم اليوم مؤتمر هجر لطب الأسرة المقام في محافظة الأحساء، حيث يشهد المؤتمر حزمة من الجلسات الحوارية والنقاشية وتقديم عدد من أوراق البحث العلمي على مستوى محلي وعالمي، وسط مشاركة واسعة من الخبراء والأطباء في تخصص طب الأسرة. للحديث أكثر حول هذا المؤتمر ينضم إلينا مراسل أخبار السعودية محمد المحيسن. أهلا بك محمد، أطلعنا على الأجواء لديك على يعني فعاليات هذا المؤتمر والجهات التي تشارك فيه. مساك الله بالخير هلال، ويعني كل من يتابع أخبار السعودية، يعني لا شك اليوم أنه جهود المملكة مع رؤية المملكة 2030 في القطاع الصحي بالتحديد نحو إعادة هيكلة القطاع الصحي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع والفرد. نتحدث اليوم عن جهود يعني كبيرة على مستوى الجمعيات والهيئات وأيضا المستشفيات. اليوم نعيش في محافظة الأحساء مع اليوم الختامي لمؤتمر هجر لطب الأسرة المقام من قبل الجمعية السعودية لطب الأسرة. كم هائل من النقاشات والأوراق العلمية وحضور ملفت للنظر على المستوى المحلي والدولي. حول ذلك أستثمر وجود ضيفي الدكتور عبدالله الحمام، وهو الأخصائي طب الأسرة واحد المشرفين على هذا المؤتمر. رحب فيك ونقول لك حياك الله معنا. كيف تقيم أهمية اليوم هذا النوع من المؤتمرات؟ حياك الله أخوي محمد، أشكر لكم حضوركم اليوم، وقناة السعودية دائما تكون سباقة لتواجد مثل هذه الملتقيات العلمية. هذا المؤتمر يعتبر أحد مبادرات جمعية طب الأسرة والمجتمع، الجمعية اللي لها أكثر من 3 عقود تقدم هذه الخدمات. الأحساء جزء من هذه الخدمات اللي تقدمها. المؤتمر يعتبر النسخة الثانية، النسخة الأولى كان في ديسمبر 2022 ولاقى نجاح جدا مميز. الآن احنا تفوقنا الحمد لله، واحنا في الحفل الختامي تفوقنا على أنفسنا من النسخة الأولى. عدد الحضور تجاوز 800 على مستوى، ليس على مستوى فقط الأحساء ولا على مستوى المملكة، بل على مستوى الخليج ودول أخرى. قدمنا كثير من الأبحاث، أكثر من 50 بحث قدم، 20 من هذه الأبحاث تم اختيارها، وإن شاء الله بعد دقائق راح يتم اختيار الفائز لهذه الأبحاث. أبرز الأنشطة اللي احتضنها هذا المؤتمر عطفا عن ذكرك للأوراق العلمية والبحثية. عندنا الآن محاضرات بحثية، محاضرات علمية قدمت كلها تستند إلى رؤية المملكة 2030 والتحول الصحي، اللي هو سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية وأيضا جودة هذه الخدمات، كذلك الوقاية من الأمراض العامة، وأيضا
السلامة المرورية. هذه تستند إلى نموذج الرعاية الأولية اللي يعتمد على الرعاية الوقائية وأيضا الأمراض المزمنة والرعاية التلطيفية والعاجلة وكذلك النساء والطفل والرعاية الاختيارية. بالإضافة إلى تلك المحاضرات تم التركيز على عمل مناقشات علمية ليتم مناقشة أهم التطورات لكل تخصص وإيش التحديات اللي موجودة فيه، وبالإضافة إلى الأبحاث اللي ذكرناها في هذا المؤتمر. كيف يعني استطاع اليوم المشاركين من خارج المملكة يعني المشاركة معكم؟ ما هي الفرص التي تحتموها لهؤلاء للمشاركة معنا، خصوصا أنه يعني حسب معلوماتي أنه كانت مشاركات على مستوى دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية إذا لم أخطئ؟ صحيح، احنا الحمد لله كان في إعلان مسبق بهذا المؤتمر، ونجاح النسخة الأولى كان له رواج أيضا لنجاح أو استقطاب مثل هذه الأسماء في النسخة الثانية. أيضا استخدام التقنية كان له دور رائع أن نقدر نوصل للعالم من خلال البث المباشر، فتقريبا نتكلم على 70% من الحضور كان عن طريق البث المباشر، فهذا استفدنا بشكل كبير من تواصلهم وأيضا مناقشتهم أحدث التطورات. دكتور عبد الله، أنا أستثمر وجودك لي يعني بحكم أنك أخصائي طب أسرة، ما هي أبرز التحديات اليوم من وجهة نظرك التي تواجه طب الأسرة سواء على مستوى التقنيات أو على مستوى الكوادر، وكيف تقيم أيضا الكوادر الموجودة السعودية؟ ولله الحمد الآن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وجد برنامج البورد السعودي للطب الأسرة، ويتم تخريج سنويا أعداد جيدة وأيضا ذو كفاءة عالية. ممكن أهم التحديات احنا نحتاج أعداد أكبر لسد الفجوات اللي موجودة في القطاع الصحي، وكذلك الاستفادة القصوى من هذه الأطباء من خلال الوقاية من الأمراض وأيضا تشخيص الأمراض، وكذلك الاستفادة من إدارة الفرق الطبية وعمل البحوث العلمية لاستدامة الوقاية من هذه الأمراض. دكتور عبد الله، غالب المؤتمرات تحتضن يعني أنشطة كثيرة ونقاشات، وربما الوصول إلى في ختام كل مؤتمر إلى توصيات. ماذا بعد المؤتمر؟ هل أنتم تتواصلون مثلا مع الأطباء المشاركين؟ هل هناك من خلال مشاركتك الأولى هل هناك يعني صدى للمؤتمر على مستوى عودة هؤلاء الأطباء لمناقشة ومتابعة الأعمال التي تم الوصول إليه؟ لا يخفى على الجميع أهداف المؤتمر كثيرة، أهمها المعلومات اللي ناخذها من هذا المؤتمر، لكن هناك جانب آخر يغفل عنه الكثير لكن احنا كنا متنبهين له، اللي هو تكوين العلاقات من كافة الأطباء أو المختصين من ناحية على مستوى المنطقة ولا على مستوى المملكة أو على مستوى أكبر إقليميا وعالميا. هذه العلاقات تكون لنا مبادرات، واحنا الآن في خضم عمل توصيات لهذا المؤتمر ونشره إن شاء الله بعد الحفل الختامي، نسعى من خلاله إلى البدء بعد إن شاء الله ما ننتهي من الحفل إلى البدء بعمل المبادرات اللي سعينا بالتواصل مع كافة المختصين اللي تواجدوا معنا في المؤتمر. سؤال الأخير لك، مستقبل طب الأسرة من وجهة نظرك على مستوى المملكة كيف تصف المشهد اليوم؟ المستقبل إن شاء الله أنه يكون باهر. طبيب الأسرة هو أساس نظام أي صحي، وبناء على الرؤية والتحول الصحي استناد طبيب الأسرة راح يكون له ركيزة أساسية في التحول الصحي. لا يخفى على الجميع الآن التقنية متطورة، الذكاء الاصطناعي، وجود التقنيات في المراكز الصحية بقراءة شبكية العين أو الأشعة من خلال الذكاء الاصطناعي وبرمجتها واستنتاجها، هذه كلها لابد على أطباء الأسرة أن يعون هذا التغير اللي راح يحدث إن شاء الله مستقبلا، ولابد أن نواكب هذا التغير للتطور إن شاء الله وتحقيق إن شاء الله كافة متطلبات الرؤية والإنجازات بإذن الله. دكتور عبد الله الحمام، وأنت أخصائي طب الأسرة وأحد المشرفين على هذا المؤتمر، شاكرين لك يعني تجاوبك معنا ومعلوماتك الجميلة والرائعة، يعطيك العافية. الله يعافيك، شكرا جزيلا. شكرا دكتور عبد الله. إذن زميلي هلال، ربما على هامش هذا المؤتمر قد قدم أكثر من 60 ورقة بحثية قسمت ما بين المشاركين المحليين السعوديين أتحدث، وأيضا ما بين يعني المشاركات الدولية افتراضيا تنوعت ما بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية. ربما قد شهدت هنا في داخل هذا المؤتمر الذي امتد لمدة يومين وهو اليوم في يومه الأخير تنوع كبير في
يعني الجنسيات المشاركة، تبادل للخبرات، نقاشات. والملفت للنظر اليوم كمية المشاركات من قبل الطلاب والطالبات، وأيضا من هم على وشك التخرج لتقديم أفكارهم. نعم. التي ربما ستسهم في قابل الأيام لرفع مستوى الخدمات. جميل. على مستوى القطاع الصحي، وبالتحديد في اختصاص أو جانب الطب الأسري. أشكرك. هذا لديها أشكرك زميلي. عود بذلك إليك بس. نعم، أشكرك زميلي محمد المحيسن من الأحساء، وتفاصيل حول هذا المؤتمر الطبي. شكرا جزيلا لك. تستمر فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب بمشاركة سعودية من خلال جناح خاص يعرض العديد من المخطوطات النادرة والكتب التي تحكي عن تاريخ المملكة وتستعرض إنتاجات أدبية وفكرية سعودية. للمزيد حول هذه المشاركة ينضم إلينا موفد أخبار السعودية الزميل محمد الحمادي من مقر المعرض في تونس. أهلا بك محمد. طبعا خلال الأيام الماضية نتواصل معك في نشراتنا، و يعني تبين أن هناك الكثير من الفعاليات وأيضا الإقبال على الجناح السعودي في هذا المعرض. حدثنا ما الجديد وضعنا في الأجواء لديك هذا اليوم. نعم، مساء الخير هلال. فعلا ما زالت فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب مستمرة في دورته 38. نتحدث عن أكثر من 30,000 عنوان موجود في أروقة هذا المعرض، مشاركة دولية تصل إلى 25 دولة. حينما تحدث عن جناح الملحقية الثقافية السعودية هنا في هذا المعرض، فهو يقدم العديد من الإصدارات لكتب مؤلفين ومؤلفات سعوديين، وأيضا يشارك في بث روح الثقافة بين زوار هذا المعرض. إضافة إلى ذلك يوجد ركنا جميلا في هذا المعرض يقدم الإهداءات والإصدارات مجانا. تم توزيع أكثر من 1,000 إصدار حتى هذه اللحظة مجانا على زوار هذا الجناح. نتحدث كذلك عن الأمسيات والندوات، أقيمت أكثر من 10 أمسية وندوة خلال الأيام الماضية بين الرواية والشعر والبحث وغيرها من الفضاءات المختلفة. دعني أخذ زاوية بسيطة من ما يقدم في جناح الملحقية الثقافية السعودية هنا في معرض تونس الدولي للكتاب، وهي منصة التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد. معي الأستاذ فهد الجريسي، وهو مدير الإدارة أو مستشار الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد في وزارة التعليم السعودية. كلمنا أستاذ فهد عن ما يقدمه أو ما تقدمونه أنتم في ركن وزارة التعليم هنا في جناح المملكة. حياك الله أولا، وفي البداية حقيقة يعني نشكر الشعب التونسي ويعني على حفاوة المشاعر الطيبة اللي يظهرها للمملكة العربية السعودية من خلال انطباعاتهم ومشاعرهم اللي يقدمونها لنا في أثناء هذا المعرض. نحن في جناح وزارة التعليم ممثل بالإدارة العامة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، نقدم تعريف بالمنصات التعليمية والحلول الرقمية الممكنة للطالب التي من دورها رفع جودة التعليم ورفع مخرجاته، ونعرف بذلك للزوار ويعني نضعهم يعني في تصور لما يحدث في التعليم في السعودية، ويعني ما يعني يصاحب ذلك استفسارات عن إمكانية الاستفادة من هذه المنصات، ونتيح لهم يعني بعض الاطلاع وكيفية الوصول لهذه المنصات والاستفادة من مخرجاتها. أستاذ فهد، ماذا يسألونكم زوار المعرض من المثقفين التونسيين أو حتى الزوار الذين يتوافدون؟ ما هي أبرز ما يثير اهتمامهم في ركن وزارة التعليم؟ زي ما ذكرت لك، يسألون عن الحلول الرقمية المتاحة، كيفية بنائها، وش الأشياء اللي تقدم للطالب. أيضا يسألون عن إمكانية الدراسة في السعودية، ويعني يتم إجابتهم من خلال مثلا الاستفادة من منصة أدرس في السعودية، وكذلك اطلاعهم على المنصات وعلى المنتجات الرقمية التي تنتجها وزارة التعليم للطلاب في المراحل التعليمية العامة. شكرا جزيلا لك، بالتوفيق إن شاء الله. حياكم الله جميعا، نشكر لكم هذا اللقاء. شكرا. إذن هلال، نحن اليوم ما قبل الأخير، هو اليوم التاسع، غدا
سوف يسدل الستار على هذا المعرض. هناك مطالبات من ضمنها المطالبة من قبل اتحاد الناشرين التونسيين الذي يعني أكد على ضرورة أن يمدد هذا المعرض لتتاح أكبر فرصة للزوار للاستفادة من الكثير من فضاءاته الثقافية المختلفة. حقيقة حراك ثقافي جميل ومهم يحفز على القراءة، ونحن نؤكد بأن المعارض الكتب بشكل عام هي سياحة ثقافية، إضافة إلى كونها مكان لاقتناء كتاب، وليس فقط من يأتي يجب أن يكون مثقفا، ربما يحرك لديه البحث عن كتاب، ربما يلفت نظره عنوانا، وبالتالي يصبح بإذن الله أكثر يعني اطلاعا ومعرفة في فضاء الكتاب. بالفعل يعني مثل هذه المعارض دائما تحقق صدى جيد وأيضا إقبال، وهي سياحة ثقافية كما ذكرت، وأيضا فرصة لالتقاء الخبرات خصوصا في الوطن العربي. فهذه المعارض يعني تقدم يعني في هذا الجانب الكثير من الخدمة للكتاب والمثقفين. شكرا جزيلا لك محمد الحمادي من معرض الكتاب بتونس، شكرا جزيلا. حول طقس المملكة، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة اليوم السبت على مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأوضح المركز أن الحالة المطرية ستمتد إلى مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مصحوبة برياح نشطة. كما تشير التقارير إلى فرص هطول الأمطار على تبوك والجوف وحائل، وأيضا على القصيم والرياض والحدود الشمالية، مؤكدا المركز أن التوقعات المطرية ستستمر حتى الثلاثاء المقبل. لتفاصيل أوسع عن حالة الطقس ينضم إلينا مراسل أخبار السعودية الزميل عبد الله الخرجي من المركز الوطني للأرصاد. أهلا بك عبد الله، وأترك لك المجال لتقدم للمشاهد الكريم من خلال الإخوة في المركز أبرز التوقعات حول حالة الطقس في مناطق المملكة خلال الساعات القادمة. في البداية أهلا وسهلا فيك هلال، وأهلا وسهلا بمشاهدي أخبار السعودية. بالفعل هلال كما ذكرت، نحن نتواجد داخل المركز الوطني للأرصاد، هذا المركز الذي يعنى بتقديم الحالات الأرصادية للمملكة بشكل دقيق، وأيضا بمعلومات وافية وكافية يعني تمنع مجال التكهنات بشكل غير علمي أو غير دقيق. نتحدث عن الحالة المطرية التي تشهدها المملكة خلال الأسبوع القادم بشكل كامل. سوف يكون هناك حالة مطرية عامة على المملكة، وبالأخص في السواحل الغربية للمملكة وأيضا أجزاء من المنطقة الوسطى. كما ذكرت أنت في سياق الخبر أنه هذه الحالة المطرية هي بدأت منذ أيام ماضية على أجزاء من منطقة عسير وجنوب المملكة، وأيضا شهدت منها أجزاء من نجران. نتحدث عن هذه الحالة المطرية بشكل موسع، وأيضا نتحدث عن ما تم تداوله خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك حالات مطرية أو منخفضات مطرية كبيرة كما كان في دول الخليج المجاورة، وهذه المعلومات هل هي صحيحة أو غير دقيقة خلال الدقائق القادمة. يسعني أن يكون معي ضيفي وضيفكم الأستاذ عقيل العقيل المحلل في مركز الأرصاد الوطني. في البداية أهلا وسهلا فيك أستاذ عقيل، لو تحدثنا عن في البداية الحالة المطرية التي تشهدها المملكة خلال الأيام القادمة، وأيضا ما هي المناطق التي هي سوف تكون فيها الحالة بشكل واضح خلال الأسبوع القادم وتمتد إلى أي يوم؟ أهلا وسهلا عبد الله، حياكم الله مشاهدي قناة السعودية. بالفعل تتابعا للحالات الجوية والمنخفضات الجوية في شهر أبريل وفي الربيع بشكل عام، الحمد لله مطرنا بفضل الله ورحمته يوم أمس وقبل أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة، خاصة على السلسلة الجبلية من جبال السروات، منطقة عسير، مرتفعات جازان، منطقة الباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة في الطائف والأجزاء الشرقية. وحتى مكة المكرمة يوم أمس كمدينة العاصمة المقدسة هطلت بها أمطار. اليوم إن شاء الله ما تزال الفرص مواتية وتستمر إن شاء الله هطول الأمطار متوسطة إلى غزيرة، وبدأنا نسجل أمطار غزيرة على المرتفعات الجنوبية والجنوبية غربية استمرارا لما كانت عليه خلال الأيام السابقة. ومنطقة
بمنطقة الجوف في دومة الجندل بعض أجزاء منطقة حائل. نشوف صور رادارات دوبلر عبد الله متواجد بشكل كثيف في السحب الركامية الرعدية الممطرة ابتداء من السلسلة الجبلية على بعض أجزاء منطقة نجران مع منطقة عسير حدودها، معظم المرتفعات الجنوبية والجنوبية غربية والمنحدرة. المناطق الشمالية منطقة الجوف ومنطقة تبوك إن شاء الله تعالى. وأنا أكلمك الآن نشاهد صور الأقمار الصناعية الخاصة بالغبار المثار، نشاهد اللون الأحمر الغامق على وادي الدواسر وكل ما اتجهنا حتى منطقة الرياض. هذه من التأثيرات المصاحبة للسحب الركامية الرعدية، حيث الرياح الهابطة التي تؤدي إلى تكون عواصف رملية صغيرة النطاق أسفل هذه السحب الركامية. ونشاهد هذا اليوم الثاني على التوالي التي تتأثر به محافظة وادي الدواسر بالرياح الهابطة والأتربة المثارة أو العواصف الرملية بسبب السحب الركامية الرعدية. التوقعات تشير إن شاء الله تعالى إلى استمرار هذه الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع، وتشمل أو تتسع لتشمل مناطق وسط المملكة، منطقة الرياض بما فيها العاصمة يوم الثلاثاء والأربعاء إن شاء الله، وحتى صباح مبكر من يوم الخميس، ومنطقة القصيم وبعض الأجزاء الشرقية من المملكة وكل ما اتجهنا إلى الشرق والجنوب الشرقي. أستاذ العقيري، تحدثنا عن درجات الحرارة ارتفاعها وانخفاضها وخاصة في شهر أبريل، وأيضا نذكر لماذا يتميز هذا الشهر شهر أبريل بالأمطار بشكل كبير خاصة في المملكة العربية السعودية. شهر أبريل حسب سجلاتنا المناخية ويعتبر قمة هطول الأمطار في هذا الشهر الربيع بشكل عام، وخاصة شهر أبريل ثم يليه مارش. في شهر أبريل كما نشاهد وكما شاهدنا وحتى سجلاتنا المناخية كميات هطول الأمطار كانت كبيرة، وكما شاهدنا خلال الأيام السابقة واستمرارا تتابعا لهذه الحالات الجوية في فصل الربيع. درجات الحرارة، نحن الآن في نهاية شهر أبريل اليوم 27، تبدأ في شهر مايو تأخذ طابع الصيفي والمناخ الصيفي المناخ الصيفي بشكل واضح على معظم مناطق المملكة، وتبدأ ترتفع درجات الحرارة خاصة على القطاع الشرقي والقطاع الغربي من المملكة سواحل منطقة مكة المكرمة حتى لما اتجهنا إلى جيزان. في عام 2009 سجلنا في مايو 51 درجة مئوية وهو في الربيع، لكن كان في نهاية شهر مايو، بالتالي أنه نبدأ نسجل درجات حرارة عالية خلال شهر 5 إن شاء الله. لو تحدثنا خلال الأيام هذه كيف هو درجات الحرارة في منطقة مكة المكرمة، وأيضا أعلى درجات حرارة وأخفض درجات الحرارة في المملكة؟ أقل درجات حرارة دائما نسجلها في المرتفعات وقمم الجبال في السودة، تصل درجات الحرارة إلى حوالي 10 درجات مئوية كصورة في قمم الجبال. مكة المكرمة اليوم سجلت 40 درجة مئوية، وفي جدة 39 درجة مئوية. شكرا لك. العفو، الله يحفظك. يعني كما شاهدنا من خلال الأرصاد في مركز الوطني للأرصاد وتوقعات الطقس خلال الأسبوع القادم لهطول الأمطار المتفرقة على مناطق المملكة وبالأخص في السواحل المنطقة الغربية وأيضا أجزاء من المنطقة الوسطى، وهي أمطار شاملة خلال الأسبوع القادم. هذا أبرز المشاهدات لدينا هلال. نعم. والعودة إليك. شكرا لك زميل عبد الله الخرجي من المركز الوطني للأرصاد، شكرا جزيلا لك.
في الأخبار الرياضية تختتم اليوم مباريات الجولة 29 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة 3 مباريات، حيث يستضيف الأخدود غريمه أبها على ملعب الأمير هذلول بن عبد العزيز بنجران، ويواجه الرائد فريق الاتفاق على ملعبه، بينما يستضيف الخليج النصر على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام. انتهت نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. انطلاق أعمال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2024 في الرياض. والعاصمة الرياض تستضيف المؤتمر الدولي لتعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود. في المؤتمر الصحفي لاجتماع منتدى الاقتصاد العالمي، وزير الاقتصاد يشير إلى سعي المملكة للتوسع التجاري مع الصين. الداخلية تضبط أكثر من 19,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في أسبوع. ب59 حاوية و42 مقطورة، انطلاق أول رحلة قطار من ميناء الجبيل إلى ميناء الرياض الجاف. غدا الأحد انطلاق انتخابات غرفة الرياض 19، والتصويت مستمر إلى 5 مايو. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، في أمان الله.